لا طبعا فجوة كبيرة جدا، واحنا عندنا اشياء جيدة طبعا، ولكن قدامنا خطوات طويلة ورحلة طويلة على ما نجود، لانه في الواقع ان كلية التربية هي اساس تجويد ليس فقط المعلم انما النسق التربوي ان كان عالي او قبل جامعي. يعني احنا لو فعلا زي بعض الدول خلينا كلية التربية هي ارقى من الهندسة وارقى من الطب، ساعتها هننجح في التعليم، لأنه مفروض كلية التربية دي تجذب أفضل العناصر اللي في البلد، مش أقلها جودة أو مش أقلها يعني أداء. احنا محتاجين كليات قمة في التربية عشان نقدر نطور المنظومة، عشان المعلم ده هو بيصنع وطن مش بيصنع إنسان واحد. الطبيب لما بيخطأ بيخطأ في 2 أو 10 بالكتير إذا سمحوا له يعني، لكن ممكن المعلم بيخطأ في جيل كامل وأجيال متتالية، وفعلا يعطل التطوير الثقافي والاجتماعي من كل ناحية.